اليوم شويخ عند وين البدري بوست عشان بنركب شوتة الاي اف اي باور على الوحش. بزيد التورك هورس باور اساس مع الشد والتانكي، وبعدين راح نركب ان شاء الله يوم الثلاثاء السلة والمظلات. راح يصير اثقل الموتر، فيبي شيء بوش يعطيه شوي، لانه هو وحش يعني غني عن التعريف. الاجدي ركبونها واجربها واعطيكم رايي فيها ان شاء الله. يعني بطلون الشوتة القديمة مالت الوكالة، ما نباها ها؟ صح البدري، ما نبيها ولا ما نباها؟ ما نباها يا ابو. ركبونا هني يا ابو، هني الوحشنة. شوفوا قراطيس، سلام. شوف هذا الفرق بين شوتة الاف اي مع شوتة الوكالة، اكبر اوسع، اساس مجرى الهواء يصير اكثر، دخل هواء اكثر. هذا الشكل النهائي والتركيب النظيف، ان شاء الله جربها الاسبوع يوم الثلاثاء، رايح السعودية باذن الله ونشوف الاداء.